رح نتابع مع واتسون ام تي في ولمحه سريعه عن برامج الليله عبر شاشتنا. اخترب الحي مسلسل اجتماعي حبيته وشفتوه عبر شاشه الام تي في ايضا، بيعالج مشاكل واقعيه يوميه لكل الاعمار. عم نحكي عن مراهقين، عن اشخاص بالغين وعن اشخاص كبروا شوي بالسن، شو بيصير معهم بحياتهم اليوميه، مغامرات، علاقات انسانيه متشعبه ولكن مهضومه كثير. بتابعوها مع اخترب الحي كل يوم على الساعه 7 المساء عبر شاشة الام تي في. خلينا نشوف مشهد ونتابع. بونجور. هاي. تأخرت عليكي؟ لا أنا بعدني واصلة. تفضلي. كيفك؟ منيحة، أنت كيفك؟ ماشي الحال. شو بتحبي تشربي؟ قهوة بليز. أوكي. ماتر، 2 قهوة إذا بتريد. أنا ما كتير فيي أتأخر. ما تعتلي هم، ما رح نتأخر. أنا بس حبيت أطمن عنك. أنت منيحة؟ مثل منك شايف. يا عمي أنا قلت بتكون انحلت المشاكل لما صرت ترجع بكير على البيت. جربت كل الطرق معه، ما عم يزبط شي. أو لك المشكلة مني؟ كارول أنا ما بعرفك. من كام يوم تعرفت عليك أنت وفادي؟ ما بعرف قديه صار لكم مجوزين، وما بعرف قديه بتتخانقوا او على شو بتتخانقوا، وكمان ما بعرف مين فيكم بحب التاني اكتر. بس انا بعرف شغله وحده، انه اكيد انت مني غلط بالمره. بعدك عم تقول ما بتعرفني. لا ما بعرفك، بس شخص هالقد قلبه طيب وبيخدم الناس يلي ما بتعني له، ما معقول يأذي الشخص يلي بيعتبر اقرب شخص لإله بهالدنيا. عم بحكي صح ولا لا؟ منتابع مع برامج الام تي في لليله وبرنامج نينجا وورير، برنامج مسابقات رياضيه حقق نجاحات كثير كبيره بعدد من دول العالم، منها بريطانيا، المانيا، استراليا، اليونان وجنوب افريقيا وغيرها. بتعتمد هالمسابقات على مجموعه من التحديات الصعبه اللي بتتنفذ بوقت محدد، وتحديات بتكون صعبه للبعض ولكن سهله للبعض الاخر. نسخه عربيه لنينجا وورير من تقديم احمد فهمي وجينيفر عزار، عم ينعرض كل نهار جمعه على الساعه 10 الا ربع المساء. اكيد بذكركم مشاهدينا بانه برامجنا كلها موجوده على mtv.com.lb عبر ابلكيشن الام تي في، وايضا كل فقرات ام تي في الايف موجوده على الابلكيشن على الويب سايت. رح ناخذ هلا وقفه صغيره منتابع مع كل الاحداث اللي عم تصير بلبنان هابينج باول محطه.